بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وعافية أبداننا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين المطهرين، وعلى من تبعهم بهدى وإحسان ومحبة وإيمان ويقين إلى أن نلقاك يا رب العالمين. وبعد، أحبابي مشاهدي قناة الصحة والجمال، خلوني أخذ هذا الدعاء من اسم هذه القناة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدكم صحة وجمالا وبركة وسكينة وهدوءا وطمأنينة وغنى وفضلا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه يا رب العالمين. أنا بحبكم جدا، وهذه الشاشة لها في قلبي مكانة خاصة، ما بنلتقيش كتير، لكن حينما تتوفر الفرصة لهذا اللقاء لا أتردد أبدا في أن ألتقي بحضراتكم في أي وقت من الليل والنهار. فأنتم أهل فضل وأهل بركة، وأسعد دائما بوجودي مع حضراتكم. الحقيقة يمكن الشكوى اللي بيشكوها الإنسان المعاصر، إحنا يعني في هذا الزمان بشكل عام، الإنسان رغم ما توفر له من وسائل حديثة تجعل الدنيا كلها في كف إيدك كأنها يعني قرية صغيرة كما يسمونها، إلا أن من خلال اللي حضراتكم تعرفوه، حياة الناس بشكل عام مليئة بشيء من الضيق، بالمعاناة، بالشقاء، وكلها أبعاد نفسية. القصة مش قصة إمكانيات مالية أو مادية، لأن من عندهم وفرة في هذه الأمور أيضا يشتكون. فالخط العام في حياة الإنسان المعاصر هو القلق والاضطراب والضيق. أنا يخصني في برنامج ديني زي هذا، ديننا هذا البرنامج المبارك لنا فيه، أنا أكلم الإنسان المسلم، وكلمة المسلم يعني له تصور وعقيدة تعرفه من رب هذا الكون، ما شكل أو تصوره عن قدرته سبحانه وتعالى، هل هو يقدر على بعض الأشياء ولا يقدر سبحانه وحشاء على بعضها، أم هو كما يتحدث عن نفسه سبحانه وتعالى ويعرفنا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أنه على كل شيء قدير. علاقتي بهذا الرسول الذي بلغنا هذا الكلام بالخبر الصادق من القرآن والسنة الصحيحة هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي سيرته بكل تفاصيلها محفورة ومحفوظة بالسند المتصل الصحيح، شايفين النبي قدامنا في كل شؤون حياته صلى الله عليه وسلم. وبالتالي قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. علاقتي بالعبادات والشعائر والفرائض والتكاليف اللي هي مبنية على إني مسلم أسلمت لله سبحانه وتعالى وشهدت الشهادتين، ثم علاقتي بالناس المسلمين وغير المسلمين والبشر، علاقتي بالكون اللي في حياتي، هذه الدوائر مهم جدا أنا أبقى دايما محددها ومجددها مع نفسي طول الوقت عشان يعني أحدد سلوكي، وفي نفس الوقت لا أعاني مثل ما يعاني الذين لا يعرفون ربهم أو علاقتهم بالله سبحانه وتعالى ضعيفة ومهترئة لا يبنى عليها عمل. هذا التصور اللي هي العقيدة بتحميني من أن أقع في هذا الشقاء وهذا الضيق، حتى لو كان عندي أسباب مؤدية لهذا الضيق، لكن في فلسفة وفي حكمة وفي تأويل لمعنى السراء والضراء في منظومة تفكيري الديني أو عقيدتي التي تبين لي وتحدد لي خريطة خطواتي وأنا ماشي في هذه الحياة الدنيا. تصوري إن الدنيا مش نهاية المطاف، بالعكس هي رحلة ستنقضي يوما ما. فكرتي عن لقاء الله سبحانه وتعالى، أفكارنا عن الموت، هل هي أفكار صحيحة
ولا أفكار مشوهة تزيدنا من القلق؟ مفترض إن فكرتنا من خلال تصورنا الإسلامي أو عقيدتنا عن الموت إنها فكرة جميلة، بنكره الفناء أو يعني انقضاء الحياة أو بنكره الموت، هذه فطرة. لكن لما ننظر بعدسة الإسلام لحياة الدنيا بنديها قيمتها، ثم نرى في الموت شيئا جميلا، وهو أن نلتقي بربنا الذي عبدناه بالغيب سبحانه وتعالى، فمبقاش المسألة فيها ما يسمى بقلق الموت. وده مدرج في قائمة الأمراض النفسية، إذا تطرف الإنسان أو خرج عن تصوره لفكرة الموت بعيدا عن التصور الإسلامي يصيبه شيء من القلق، بيسموه قلق الموت، يضغط على سلوكه، يكتئب، يدخل في حالات نفسية مرضية. فأنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن إحنا عايزين ندخل من هذا الكلام إلى مدخل مهم جدا بيسموه العلماء شرح الصدر. شرح الصدر يعني إيه؟ فكرة إنك تلاقي صدرك ضيق زي ما الناس بتقول كده، أو حاسس بانبساط، دي كلنا بنحس بيها. فيا ترى هذه مسألة عشوائية ولا لها أسباب ولها مسببات، في سواء في الضيق اللي الإنسان بيشعر بيه، ولا في أسباب بالنسبة للمسلم اللي أنا بكلمه في هذه الحلقة كحلقة دينية في برنامج هذا ديننا، في أسباب تجعل الصدر منشرح حتى لو في ضغوط في الحياة اللي احنا بنمر بيها، وهي طبيعة الحياة الدنيا. لقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني هذه طبيعة الحياة. لكن كل ما بنراجع علاقتنا بالله سبحانه وتعالى، تصورنا عن الله عز وجل وعن كتابه الذي أنزل وعن العبادات اللي كلفنا بيها، ليس ليشقينا سبحانه وتعالى وحاشاه، إنما ليسعدنا وليخفف عنا أحمالنا. وهو سبحانه وتعالى الذي أنزل لنا هدية جميلة في آخر سورة البقرة، فيها دعاء من الله سبحانه وتعالى علينا أن نحفظه وأن نردده: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا، شوفوا الجزء ده من الآية دي، ربنا ولا تحملنا، شوف الشدة دي بتحط فيها كل همومك وكل اللي مزعلك وكل الضيق اللي في صدرك، حطها طلعها في الشدة دي في ربنا، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اللي بيتكلموا على الطاقة الإيجابية والطاقة السلبية، أهي الآية، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. في بعد كده راحة. إحنا عايزين نتعامل مع هذه المكونات وهذه الفيتامينات القرآنية اللي بتغذي القلب والمشاعر الإيجابية في الإنسان طول الوقت، فيستطيع بهذا أن يتغلب على عقبات الحياة، على همومه الشخصية، على مشاكله الأسرية، طالما هو شايف الأمور كلها السراء والضراء من بعدسة القرآن وبعدسة السيرة النبوية وبعدسة الإسلام الصحيح الذي لا فيه إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا تشدد. فلما ننظر للمسألة من خلال الوحيين الكريمين، القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة وسيرة الجيل الأول اللي كان نموذج لتطبيق الإسلام الغض الطري النظيف المطهر البسيط اللي مفهوش تكلف ولا تعنت ولا في فرق ولا في تشتت ولا أفكار شاردة ولا كل ده، كانت لسه المسألة يعني بكر، لا ليس فيها ما رأيناه عبر الأزمان وفي كل أزمان. طيب، هل الإنسان المسلم ممكن يشعر بضيق؟ طبيعي، مش هو بشر؟ إنسان، بني آدم، فطبيعي فيه كل ما يشعر به البشر من خوف وجبن وتردد وقلق واضطراب، يعني كل ما يشعر به الإنسان، اللحم ودم وعظم، بيشعر به المسلم، مش هو جزء من هذا الكون، من هذا الكوكب، بيعيش على هذه الأرض زيه زي الناس. طيب، في كل حاجة، لا، ما أنا بقول زيه زي الناس كبشر، كلحم ودم، كبني آدم، لكن في تفاعله مع
الـ 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 الأزمات النفسية اللي ممكن تمر على الإنسان بشكل طبيعي جدا تمر عليه وعلى غيره، مفيش فرق بين المؤمن وغير المؤمن في القصة دي، هي دار الدنيا دار ابتلاء. لكن زي ما بقول إيه، كونك تنظر إلى المسائل بمنظور الإسلام ده بيريحك وبيحدد لك خطواتك وبيوجد جواك مقاومة لأي مسألة أنت بتتعرض ليها أو أي ضيق أو أي خنقة أو إلى ما يشعر به الناس أو نشعر به جميعا. ده حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفعل لما يقال عنه، النبي اللي ربنا أرسله رحمة للعالمين وجه بما وجه من تكذيب واتهامات بالسحر والجنون والكهانة إلى آخر ما ذكر القرآن وما تعرفون من سيرة النبي العدنان صلوات الله وسلامه عليه. والقرآن سجل هذا وذكره في كتابه العزيز في آيات عديدة، منها قول الله تبارك وتعالى ولقد نعلم إنك يضيق صدرك، أهي الحتة اللي احنا عايزينها، صدر النبي يضيق؟ معقول؟ أيوة، ربنا لم يخلقه ملكا وإن كان أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم جميعا، لكنه يجري عليه ما يجري على البشر من انفعالات ومن ضيق ومن فرح ومن سعادة وما إلى ذلك، لكنه متصل بالوحي عليه صلوات الله وتسليماته. بيضيق صدر النبي بنص القرآن الكريم بسبب إيه؟ أقوال قيلت عليه زورا وبهتانا، بينفعل ويزعل، أيوة، ويحزن. القرآن قال كده ولقد نعلم إنك يضيق صدرك بما يقولون، سبب الضيق هذا التكذيب، لأن الرسول مش بس جاي يبلغ رسالته إنما يحب الهداية، يحب الهداية للناس ويفرح ويقول عليه الصلاة والسلام لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وهي كرائم نفائس العرب. فالنبي يحب الهداية للناس، خصوصا أنه أحب الحق وعرف قيمة القرآن والوحي الذي كلفه الله سبحانه وتعالى به. ومش بس ضيق صدر النبي ده، ربنا قال له في أوائل سورة الكهف كلنا حافظينها وبنقرأها كل جمعة أو ليلة جمعة، فلعلك باخع نفسك على آثارهم ألم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، هتقتل نفسك من الحزن ألا يؤمنوا، نفسك أن الناس كلها تؤمن بالله وتشعر بهذه السعادة وهذه الفرحة وصدرها يتسع وتقاوم أمراضها النفسية وأمراضها. يعني النبي يحب الخير للعالمين لأنه مرسل بهذه الصفة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عشان كده المسلم يحب، ما فيش خصومة بينه وبين حد، بالعكس يتمنى الهدى للكرة الأرضية كلها ويبذل ما وسعه لتحبيب الناس في الإسلام وفي سيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم، وقدم لهم الإسلام كل بلغته. ده دور المسلم، ليس بينه وبين أحد في الكرة الأرضية أي خصومة، بالعكس كل الناس هي مادة دعوة المسلم، يعني هم اللي بيدلوا حسنات، هم بيكون سبب في أجره، أجر سواء صبر عليهم سواء دعاهم إلى الله وذكرهم بالله سبحانه وتعالى، يعني هم دول سبب الأجر، كما تجد من يأخذ منك الصدقة فتنال بها الأجر هكذا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم شخصيا عليه الصلاة والسلام يشعر بضيق كما يشعر الناس، نعم، لكن كل حزن النبي وكل ضيق ليس لما يصيبه شخصيا، وده شفنا أدلة كثيرة عليه كيف يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم للأذى والعنت والمشقة والرمي بالحصى وبالحجارة، لكنه يأبى أن يدعو إلا بالهداية لقومه. مسألة عجيبة جدا. إذن ضيق النبي ليس لذاته وليس لما أصاب جسده ولا بسبب أن قدميه أدميت وسال منهم الدم بالزور والبهتان لأنهم رموه بالحجارة وأغروا به سفهاءهم كما تحكي لنا السيرة الصحيحة، ومع ذلك يعني عرض عليه الانتقام من هؤلاء، ولو دعا عليهم لدعا بحق
لأنهم مفترون، لأنهم اعتدوا على سيد الخلق وحبيب الحق. ومن محمد عند ربي؟ ما قيمة رسول الله عند ربه ومولاه سبحانه وتعالى؟ نكل على خلق عظيم، ومع ذلك عرض عليه أن ينتقم بالدعاء، يدعو عليهم كما نزل له ملك الجبال مع جبريل، وانتم عارفين القصة. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يدعو لهم، ده الهدف الاستراتيجي زي ما بيقولوا، ده الهدف المستقبلي، أن يهتدي الناس، فإن لم يهتدوا هم تهتدي الأجيال القادمة، تعرف تتعرف على الإسلام. ودي مهمة النبي صلى الله عليه وسلم وكل من يأتي بعده، ليس بينه وبين الناس عداء، ولا بينه وبين الناس خصومة، حتى وإن أذوه هو شخصيا يحتسب ذلك لله تبارك وتعالى. قال: اللهم اهد قومي، ثم التمس لهم العذر، اللهم اهد قومي، وذكر كلمة قومي يعني أحبابي، أنا أعرف الناس بهم، فإنهم لا يعلمون، ولو علموا وأيقنوا وآمنوا وذاقوا حلاوة الحق لما فعلوا ما يفعلون. طيب، ما فيش ذكر للإساءة التي يعني أساءوا بها إلى النبي؟ لا أبدا خالص، إنما كان كل مهمتي، كل ما يشغله الهداية صلوات الله وسلامه عليه. ودي المسألة اللي بتكلم فيها دي، حينما يستحضرها اللي بيشتغلوا في الدعوة إلى الله والوعظ والإرشاد، الدعوة بشكل عام بكل فروعها، بيتعاملوا بمنطق الرحمة، وبيتعامل الداعية مع أصحاب المعاصي، وكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، ومن ذا الذي لم يعص قط، ومن له الحسنى فقط، كلنا. لكن أصحاب المعاصي البارزة تعامل معهم بمنطق الرحمة، وأنهم غرقى وهو طوق النجاة، وأنهم مرضى وهو طبيبهم. دي بتوفر على الداعية المعارك الشخصية، أو أنه يثأر لنفسه، أو يحكم على الناس بكفر أو فسوق أو عصيان، ويبقى دي القضية اللي تشغله، تصنيف الناس وتكفير الناس. لا لا، الداعية مشغول بقضية أعمق وأهم، وهي ما شغل النبي صلى الله عليه وسلم، وهي هداية الناس، وإنه يدوقوا الإسلام ويدوقوا حلاوة القرآن. ده أنا بقول دايما سبحان الله، هذا الكافر كافر أهو، وعاش ومات كافر، جه يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم في أوائل سورة فصلت، قال: أفرغت يا أبا الوليد؟ خلصت كلامك؟ شوفوا أدب النبي صلى الله عليه وسلم، رغم العرض اللي بيعرضه على النبي صلى الله عليه وسلم، عرض سيء يعني فيه إساءة أدب، لكن هو موفد قريش، فلو عايز تبقى أغنى واحد كذا نجمع لك وتبقى المليونير بتاعنا، لو عايز نجوزك نبقى نجوز، لو فيك مس من الجن نعالجك. شو كلام سفيه استمع له النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال له: أفرغت؟ لم يقطع عليه، خلص اللي عنده أيا كان الداتا ولا الموضوع اللي بيتكلم فيه، وحش حلو، استمع إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أفرغت؟ وكان اداله الكنية بتاعته، وهذا نوع من الاحترام والتقدم وتوقير الناس حتى وإن كان مخالف لك في العقيدة. أفرغت يا أبا الوليد؟ فقال: قل يا ابن أخي. فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم، جعله القرآن هو المتكلم والمتحدث بأوائل سورة فصلت، العرب كان يفهموا معاني القرآن ودلالات القرآن الكريم. فقال: ناشدتك الرحم، عرف إن الآية نهايتها بتقول: فإن أعرضوا فقد أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. إذن في تهديد لقريش. فقال له: أرجوك، لأنه يعلمون بل يوقنون أن محمدا ليس على الكرة الأرضية أصدق منه، ولا في أمانته وجماله وبهائه وصدقه عليه الصلاة والسلام. وراح لقوم أول ما شافوه بمجرد لقاءه مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قبل ما يتكلم قالوا: لقد عاد أبو الوليد بوجه غير الذي ذهب إليه. شكله متغوش ومش هو، يعني لسه ما حصلش حوار، هو اللي قابل النبي كده يأخذ من نوري، حتى يمسح على وجه الكافر من لقاء النبي صلى الله عليه وسلم، إذا صح ما يعني أشبه به. قال إن له لحلاوة، لقد استمعت منه كلاما ليس بالشعر وليس بالكهانة وليس بالسحر، هم أدرى الناس بهذه الأفعيل وهذه الألعاب، ده مش حاجة من دي خالص.
لك ده كلام مش بتاع بشر، وما هو بقول بشر، دي شهادة اهي. ومع ذلك يصف لنا القرآن كأن مؤمن بيصف القرآن الكريم. أنا هقول كده ليه، ليه بقول هذا الكلام؟ يقول إن له لحلاوة. طب يا أبا الوليد، ده أنت عشت كافرا معاديا للإسلام ومت، كيف ذقت حلاوة القرآن؟ أقول لك الحلاوة اللفظية حلاوة، بس هو عبر بكلمة الحلاوة يعني، وكلمة الحلاوة دي ذكرت، ذاق طعم الإيمان. ثلاث من كنا فيه، النبي بيقول كده عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، الشعور بلذة الإيمان والتوحيد، بسبب أنه يعني يقوم بهذه الأفعال أو توجد فيه هذه الصفات الكريمة. ومع ذلك هذا الكافر قال إن له لحلاوة، فما بال المسلم، المسلم لا يشعر بحلاوة القرآن، لأن احنا هجرين القرآن، وده من أسباب ضيق الصدر. إذن كل هذا الكلام اللي بقوله هدفي منه إن احنا نعيد تصورنا، لماذا تضيق صدورنا؟ إيه سبب الخنقة اللي احنا، ممكن يبقى فيه أسباب كتير، لكن هل نحن نعالج ما نواجه من أزمات ومن كربات ومن أمور بمنظور الإيمان اللي يخفف عنا ويفلسف لنا ويجعل نظرتنا لهذه الأمور التي حولنا خير أو شر فيها حكمة؟ أولاً أنت، إحنا أحياناً ننسى يا جماعة، وتصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام كده يعني عشان المجلس يتعطر بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، بننسى أن من أركان الإيمان الستة، الأركان التي قام عليها الإيمان، الإيمان بالقضاء والقدر، خيره وشره، حلوه ومره، زي ما جاء في مجموعة الروايات بالنص كده. يعني القدر فيه خير وفيه شر في ظاهر الأمر، لكن الأمور كلها خير، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ربنا عايز الإنسان كما خلقه في أحسن تقويم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. وبعدين الاستثناء، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. عشان كده بقول أنت استثنائي فعلا، زي ما بيقال المسلم ده والمؤمن كلما يعني آمن بالله وجدد إيمانه يرتفع ويعلو. سيبك من الماديات والماليات والغنى والفقر، دي مسألة نفسية تجعل الإنسان يشعر بلذة كأنه في الجنة، زي ما السلف كانوا بيقولوا رضوان الله عليهم ورحمهم الله جميعا، إن بستاني في صدري، جنتي في صدري، أينما ذهبت فجنتي معي. ربما اللي بيقول هذا الكلام كان في كرب شديد، لكن هو يشعر بنور الإيمان يحركه في هذه الحياة، فلا يشعر بما يشعر به الناس من آلام وعذابات وخنقة وضيق واكتئاب وقلق وما إلى ذلك. معقول الكلام ده؟ يعني الكلام ده اللي أنا بقوله ده خيال ولا فعلا ممكن نحسه؟ لا بنحسه، أنا وإنت وحضرتك كلنا بيمر بنا أحوال ضيق، ولما بنعرف الأسباب ونقبل على الله سبحانه وتعالى بنشعر أمال ليه اللي عاش في حياته كلها معاصي وبعدين يتوب إلى الله سبحانه وتعالى بيشعر بسعادة عجيبة، ربما ممكن يكون فقد حاجات مهمة في حياته بسبب هذا الإيمان وهذا التحول من مكان لمكان، فقد بها مكانته في الدنيا، وده بيحصل مع ناس كتير، لكن هو شعر بغنى يملأ صدره، يعني حس ان هو لا، ولا الدنيا تساوي، لانها اصلا لا تساوي عند الله جناح البعوض. هزعل على ايه؟ الناس بتموت في لحظة، كل ما أملكه، إذا كان الإنسان يملك كذا وكذا وكذا هو يفارقه. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، اللي اشتغل بالرصيد اللي حوله سيجده في الدار الآخرة، أو علم ينتفع به، أو التربية الصحيحة على الإيمان عشان يكمله رسالتك، أو ولد صالح يدعو له. إذا دعاء الأولاد لآبائهم وأمهاتهم بعد الوفاة ينفعهم في قبورهم بين يدي الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر قرآني. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم ارحم أبي وأمي وارحم
أمواتنا وأموات المسلمين أجمعين يا رب العالمين. المفاهيم اللي أنا بقولها دي مش جديدة علي ولا عليك ولا على حضرتك ولا مش جديدة عليهم، هو ده الإسلام اللي احنا عايشين، بس الاستسلام لضغوطات الحياة اللي هي طبيعية وهنبقى فيها ما ينفعش نخرج منها، الاستسلام لها وكونها هي اللي واخدانا وهي همنا الأكبر، هو ده الخطر، هو ده اللي بيضعف الإنسان فلا يستطيع أن يقاوم أي أزمة على المستوى النفسي اللي هو مهم جدا بالنسبة للإنسان. النفسية دي عشان كده بعض الناس يقول لك إيه النفسية محتاجة عمرة، كلام جميل بنشوفه بنقرأه على الفيس، النفسية محتاجة الكعبة، يا رب يرزقنا وإياكم عمرة وحجة يا رب، ويزيل كورونا من بلاد الإسلام والمسلمين ومن العالم كله، يا حي يا قيوم اكشف عنا الوباء والبلاء، واجعل بلادنا آمنة مطمئنة سخاء رخاء، واجمعنا جميعا على ما تحب وترضى يا رب العالمين. ادعوا كتير بهذا الأمر، يعني الدعاء ده من أعظم أسباب انشراح الصدور اللي احنا بنذكرها في سياق الحديث. فغياب دايما أنا بركز على النقطة دي، غياب العدسة دي أن أشوف كل مشاعري وإيماني وسلوكي من خلال عدسة الإسلام، القرآن الكريم، الخبر الصادق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، واللي لما تكون متضايق اقرأ، وانت بتقرأ كتير في القرآن رتل القرآن ترتيلة، كتر من التلاوة، والله العظيم وأنا أقسم غير حانث ستجد إجابات ما تعانيه في القرآن الكريم، وبتحصل معانا ومع ناس كتير. يعني بقى انت حاجة شغلاك، حاجة محيراك، حاجة مضايقاك، تلاقي آية انت عديت عليها عشرات المرات وختمات كثيرة، ومع ذلك كأنك تقول أنا أول مرة كأني أسمع هذه الآية أول مرة، انكشف الغطاء عن القلب فنور بنور الله سبحانه وتعالى وبروح الله اللي هو القرآن، ولكن جعلناه روحا من أمرنا نهدي به من نشاء من عبادنا. هناخد فاصل سريع ونرجع لحضراتكم بإذن الله تعالى. رجعنا لحضراتكم مجددا، وهذا ديننا وقناة الصحة والجمال والبركة والخير معاكم دايما في هذه اللقاءات المباركة، لما بنذكر ربنا سبحانه وتعالى سواء من خلال شاشة أو في قاعدة أو في المسجد أو في أي مكان، فعلا بنشعر بطمأنينة. دي يعني آية قالت لنا هذا، وهذا وعد من الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. برجع تاني أذكر اللي ما كانوش معانا قبل الفاصل اللي دخلوا علينا دلوقتي، نتكلم على ليه إحنا بنشعر بضيق وإيه أسباب الخروج من الضيق، أو كما يسميه العلماء أسباب انشراح الصدر. انشراح الصدر يعني اتساع الصدر، يعني مش معناها عضويا أن المسافة بين الضلعين هتوسع، لا، دي مسائل كلها معنوية، مسائل يقينية، مسائل وجدانية، ودي مهمة بالنسبة للإنسان. الإنسان لما معنوياته تبقى عالية جدا حتى لو كان تعبان صحيا يؤدي في الحياة أداء رائع جدا أيا كان أي حد في مجاله، إنما الإنسان لو متوفر له كل إمكانيات السعادة من وجهة نظر غيره وهو محبط ومتضايق وصدره ضيق ومخنوق مش عايز يشوف حد ولا يكلم حد ويتعس بالمناسبة، ما يبقاش هو بس اللي زعلان، لا، بيقرف اللي حواليه، أنا آسف في اللفظ، لكن السعيد بيعدي الناس سعادة، بيشع على من حوله سعادة، اللي حاسس بتعاسة وإحباط وبيضايق كل اللي حواليه سواء بيضايقهم بتصرفاته أو هم بيبقوا متضايقين عليه. فالبحث عن أسباب سعادتك الشخصية أو سعادة حضرتك الشخصية ده مش ليك لوحدك ولا ليك لوحدك، إنما لكل من حولك، الوالدين أو إذا كنت صاحب أسرة، زوجتك، أولادك. فكلما يعني حاولت أن تخرج من إحباطك وأن تستعين بالله عز وجل، يعني تجدد معرفتك بالله تبارك وتعالى،
وتتغذى بالأغذية اللي ربنا سبحانه وتعالى منحها إياك، قرآن وأحاديث وذكر الله سبحانه وتعالى وصدقات إلى آخر ما يسبب انشراح للصدر ويعالج هذه الأزمات، ده أنت بتسعد اللي حواليك، بتكون سعيد، وبالتالي اللي بيحبك يحبك تكون فرحان، يحبك تكون سعيد، يحبك تكون متحمل، لأن الحياة ضغوط وضغوط متوالية. هذه فلسفة الحياة الدنيا، إذا حلت أو حلت، إذا كان يوم كويس بيوم تاني تقلب، يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. فلازم يبقى المسلم أولى الناس بأن يكون هو من أولي الأبصار، لأن زي ما بقول، شوف كلمة الأبصار، وأنا ذكرت طول الحلقة كلمة العدسة، إنك تنظر للأمور بكاميرا، وإحنا هو حوالينا كاميرات، بكاميرا القرآن، من خلال هذه العدسة بتشوف فيها الحياة على حقيقتها. الدنيا دي تشتغل وتكسب وتعمل مشروعاتك وتنتج وتسعد مجتمعك وتعمل اللي عليك، لكن يبقى قدامك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. ده مهم. يعني إيه؟ يعني نبقى فاشلين مثلا؟ ما لا، بالعكس، ده هو أنشأكم في الأرض واستعمركم فيها، يعني طلب منكم عمارتها، أن تملؤوها عمارة. وأولى بذلك المسلم اللي يعرف ربنا من الطريق الصحيح، يعرف أن رب العالمين هو رب الكون، وأنه على كل شيء قدير، وأنه جميل يحب الجمال، وأنه يتعرف على الله تبارك وتعالى من خلال أسمائه الحسنى وصفاته العلى، كل ده يمنحه قوة وحكمة، ويبقى شايف الأمور صح. إيه الأسباب اللي بتجعل الصدر منشرح؟ اللي بقوله كل اللي فات ده من الأسباب: المعرفة الصحيحة بالله سبحانه وتعالى، والمعرفة القوية الصحيحة. يعني نعرفها صحيحة منين؟ إنك تؤمن بالله إيماناً كما ورد في كتابه وسنة رسوله، تؤمن بالرسول، تشهد الشهادة، مسلم. فدي طريق معرفة الله هو الصحيحة، هو الإسلام. المعرفة القوية دي بقى محتاجة تجديد غذاء يومي، بل بالعكس على مدار الساعة. النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر عليه الصلاة والسلام، وهقعد أكلمك بقى عن النبي وقيمة النبي وقدره عند الله، أنت عارف، واللي نعرفه أقل مما هو من مكانتي عليه الصلاة والسلام كمان. ومع ذلك كان الصحابة يعدوا وراء النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا بيعدوا له كل حاجة، الشاردة والواردة والهمسة واللمسة، ما سابوش النبي من أي زاوية إلا ما رووا عنه وسجلوا لنا حياته كله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين، صحابة الجمال. فكانوا بيعدوا له في المجلس الواحد وهو قاعد معاهم، يعني يتحدث وبعد وهو وياخد جنبه، استغفر الله العظيم واتوب اليه، واتوب اليه، يا انت تتوب يا رسول الله. شوفوا معرفه النبي صلى الله عليه وسلم بربه في المجلس الواحد اكثر من 70 مره: رب اغفر لي وتوب علي. النبي يقول 70 مره في المجلس الواحد او 100 مره كما جاء في بعض الروايات، يقول رب اغفر لي وتوب علي. شوفوا اتصال قلب النبي صلى الله عليه وسلم على مدار الساعة، كل وقت مع الله سبحانه وتعالى. ده ليس معناه الانقطاع للعبادة، عشان احنا مفهومنا دايما لما بنقول الكلمتين دول، الناس بتفتكر اني بقول لك انقطع للعبادة او اعتكف واعتزل الحياة. القصة دي خلصت، ما عدناش بنتكلم فيها كتير، لأن خلاص فهمنا الإسلام، وما شاء الله انتشرت قنوات تفهمنا ديننا، وإذاعة القرآن الكريم وكتب، ويعني عندنا والإنترنت ووسائل، عندنا وفرة في المعلومات. فما عدناش نقول بقى أن الإسلام يحفز على العمل ويحفز على الإنتاج، هو ده أمر مفترض طبيعي. يعني المسلم لا يرى إلا هذا الإنسان، الإنسان منتج على مدار 24 ساعة إذا مر بي يوما. إمام الشافعي رحمه الله ورضي عنه يقول: إذا مر بي علما يوما لم أستفد علما ولم أزدد تقا، يعني ما استفدتش علم وإيماني ما زادش، فما ذاك من عمري. شوفوا قد إيه الدقايق محسوبة. أنا مش بقول الكلام ده عشان تتوتر وتبقى متحفز، لا، لأن أصلا الإسلام دين يسر، إن هذا الدين يسر، كل ما فيه
جميل. وهقول لك دليل، انت بتقعد عمرك بتتمنى ان تؤدي فريضة فيها غرامة مالية كبيرة جدا وفيها مشقة بدنية لمن يستطيع جدا، وفيها تعري من كل شيء إلا ملابس الإحرام اللي هي فريضة الحج، وبتعملها وانت في منتهى السعادة ومنتهى الشوق إليها. يا رب ارزقنا والمشاهدين حجة وعمرة سهلة ميسورة بلا داء ولا وباء ولا بلاء، قولوا أمين يا رب العالمين. فليه الإنسان ما انت تفلسف الأمور، ليه حاجة أقعد أعمل لها جمعية للمش مقتدر، ولا واحد يدفع 70,000 ولا 100,000 ولا أكثر على حسب الحج وتكاليفه، غير الأمور التانية؟ عشان إيه؟ عشان تتعب؟ عشان تحرم نفسك من أشياء؟ عشان يبقى ممنوع عنك أشياء؟ أيوة، ده أنا بسعى لهذا. يبقى أنا بسعى لده ليه؟ لأن في معنى آخر، في حكمة، في فايدة تانية، في عطاء لا تساويه الدنيا كلها بحذافيرها عايز أحصل عليه. أولا مغفرة الذنوب، وإيمانك بده يخليك تحرص على هذا. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه. أنت عايز كده ترجع مولود جديد؟ كلنا ذنوب، عايزين الحج تبقى ماسح وكاسح للذنوب والأثام اللي احنا، فبتحرص على الأداء في القلب وفي السلوك، الأداء الصحيح للحج. لكن أنت فعلا بتتعب وفعلا بتغرم ماديا، هي ليست غرامة لكن هي انتقاص من مالك، بتعمل كل ده. ده السؤال لازم نسأله نفسنا عشان نأدي العبادات والتكاليف وإحنا عارفين الحكمة، فبالتالي نزداد لها نشاطا ولا نشعر بقلق، ولا ما يبقاش الصلاة بالنسبة لنا ركعتين برميهم وعايز أخلص منهم عشان اسمي صليت. هو ده الخطأ، لأن ربنا مثلا لم يربط فلاحك أو فلاح الذي يقيم الصلاة اللي بيصلي. قصة تارك الصلاة دي ربنا يهدي الناس والعصاة، قصة تانية وخط في منتهى الخطورة، إن يمر 24 سنة دون أن يصلي الإنسان مسألة في منتهى الخطورة في الدين والدنيا. لكن بقول لي صلي، أنا ماشي صليت، لكن فلاحك مش مرتبط بأداء الصلاة فقط، بالمعنويات. الصلاة دي غيرت فيك إيه؟ شحنتك معنويا؟ خففت أحمالك وهمومك ولا لا؟ حتى لو مش مشكلتك ما تحلتش، الأزمة قائمة، لكن الصلاة شحنتك بحيث أنك أنت تشعر بأمل وتجدد طاقتك في الحياة، أن إن شاء الله المشكلة دي ده مهم جدا ليك. ربنا بيقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع طاقة معنوية عالية جدا تحسن أدائنا في العبادة دي اللي هي الصلاة، وتعطينا طاقة في منتهى الإيجابية للتغلب على القلق أو الاضطراب أو المشاكل أو الأزمة أو المشكلة أيا كان. ربنا ما يجعل في حياتنا وحياتكم أي شيء من هذا. فعشان كده أنا باخد خطوتين لورا عشان نشوف الأمور من جديد اللي احنا بنعتبرها مسلمات. الكلام في الدين كتير، عندنا فائض ديني ومواعظ، لكن سلوكنا في أقرب أشياء بيبقى وحش، في سخرية، في تنمر، في حاجات لا تليق بينا كمسلمين. يبقى ده حصل ليه وإحنا مشحونين بالكلام عن ربنا والكلام على الرسول وإلا رسول الله؟ طب رسول الله قال لنا كده اسخروا من الناس مثلا، أو عيبوا على الناس، أو اغتابوا الناس؟ ده ما جاء الإسلام إلا ليطهر سلوكنا وحياتنا وألسنتنا وعيوننا من كل ما يغضب الله وكل ما يغضب الناس منا. فإيه اللي بيحصل ده؟ يبقى في انفصام في شخصية المسلم إذا هو عبد الله سبحانه وتعالى ثم رأى الناس منه سلوكا آخر. يقع بس يقوم تاني، وهكذا نجدد التوبة. فهذا المنظور مهم جدا. من الأسباب المهمة جدا السلوكيات العملية في مقاومة الخنقة وضيق النفس وطرد للشيطان الذي يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، من أعظم العبادات، بل هي أعظم العبادات، وهي ذكر الله سبحانه وتعالى. الصلاة ربنا طلب منك 5 صلوات، الحج لمن استطاع إليه سبيلا، الصوم أياما معدودات، شهر رمضان، اللهم بلغنا يا رب شهر رمضان ونحن في صحة وعافية وبركة في الأهل والمال والرزق والولد، يا حي يا قيوم يا رب العالمين، أياما معدودات، وغير طلع منهم أصحاب الأعذار. وكل هذه التكاليف لها استثناءات، لكن في حاجة يستطيع أن يفعلها الناس بكثرة
ودي العبادة الوحيدة اللي ربنا طلب منها، ذكر فيها كلمة كثيرا، مع أن الإسلام مبني على التيسير، وهكذا هو الإسلام. لكن ربنا سبحانه وتعالى في عبادة الذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى، كل أنواع الذكر بقى، لا إله إلا الله دي خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي، لا إله إلا الله دي أنشودة التوحيد على مسار النبوة وتاريخها من لدن آدم إلى خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. كلمة التوب دي خير الكلام، يعني أعلى الشجرة، لا إله إلا الله، بيتفرع منها بقية الإيه؟ أعمال الإسلام. فسبحان الله وبحمده تغرس لك نخل، مش عايز أقول لك إيه جزاءات وإيه ثواب كل ذكر، ده موضوع لوحده. لكن بقول العبادة التي، وده مش كلامي، ده كلام سيدنا الإمام عبد الله بن عباس، ترجمان الأمة وحبر القرآن، وترجمان القرآن وحبر الأمة رضي الله تعالى عنه. والقرآن بيدعونا إلى الكثرة من هذه العبادة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله، مش بس هنا بقى الكثيرا، ذكرا كثيرا، وسبحوه بكرة وأصيلا. في أذكار وظيفية، في حاجة اسمها أذكار الصباح اللي هي قبل طلوع الشمس، سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس، وأذكار المساء وقبل الغروب أو قبل غروبها كما جاء في مواطن عديدة من القرآن. ومعروفة أذكار الصباح والمساء، ليها وظائف، ليها فوائد، بتدفع عني شرور يعني كثيرة أعلمها أو لا أعلمها طبعا، وإلا لم يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بها. إنما الذكر العام وانت قاعد وانت سايق وانت ماشي وانت سايق تذكر الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. والنبي حتى بيقول لنا كده، يعني ما تستثقلوش العبادة، ده حاجات بسيطة، ألفاظ بسيطة جدا، لكن شوف أجرها عند ربنا شكله ايه. كلمتان خفية، كلنا حافظين الحديث ده، بس عايزين نحس بقيمته، لان الاسلام احساس ومشاعر قبل ان يكون يعني عقيدة تخليك متوقد في جزوة، في اشتعال في روحك، تعمل العبادة بحب، فما تكتفيش بركعتين، لا تصلي 8 ركعات في القيام، ما تكتفيش بتزود، لانك كل ما بتشحن قلبك تبقى عارف قيمة هذه العبادة وتكثر منها. الطاعة بتجلب طاعة، يا رب ما يعني أعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. فالقرآن كده قال يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فالذكر من أعظم فوائد غير الثواب والأجور أنه بيشرح الصدر، يعني يجعل الصدر لين، عشان كده ربنا قال فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، الذي لا يذكر الله سبحانه وتعالى ميت. النبي برضه يقول كده، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. خلاص الميت ده إلا بقى ميت القلب ده والعياذ بالله، مفيش علاقة، مفيش ذكر ربنا سبحانه وتعالى. الناس البسطاء ممكن يبيع بعته بصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يكسب من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فيشرح الله صدره ويفتح له أبواب الرزق، وهي طبعا من أعظم أنواع الذكر. فكثرة الذكر إلى درجة الإدمان بتخلي اللسان اتبرمج بقى له خريطة، زي ما بيقولوا خريطة ذهنية، خلاص هو الإنسان طول ما بيتكلم، إذا اتكلم اتكلم بالخير أو في حدود شغله أو في مصلحته أو مع أولاده أو مع زوجته، لكن في غالب أحيانه أحب وصل لمرحلة الحب أنه يذكر ربنا سبحانه وتعالى كثيرا. ده حلاوة لم يذقها غيره من الغافلين أو قليل الذكر، لأن من صفات المنافقين لا يأتون الصلاة إلا كسالى ولا يذكرون الله إلا قليلا. منافق ده دول في الدرك الأسفل من النار، لا يذكرون الله إلا قليلا، أما اللي يغفل عن ذكر ربه، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرط. حاجة لطيفة، النبي بيقول لك كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، أهو الأجر أهو، كل واحد دينا ميزان، كلمتين بس، جملتين خفيفتان على اللسان، مش ياخدوا منك وقت، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن.
بتعمل حاجة، بتقول حاجة سهلة جدا في منتهى اليسر والبساطة والسهولة، أجرها كبير جدا، والحاجة دي تحديدا بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام ربك بيحبها، الرحمن بيحبها. يعني أنت عرفت حاجة بنص واضح وصحيح إن في حاجة لو عملتها تقدر عليها بمنتهى السهولة أجرك كبير، وحاجة أنت متيقن بكلام النبي عليه الصلاة والسلام اللي أخبر بهذا إن ربنا بيحبها. شوف بقى رب العالمين لما تعمل حاجة مش مكلفاك حاجة ربنا بيحبها. شفتوا جمال الإسلام ويسر الإسلام؟ إذن الطريق إلى انشراح الصدر بتلاوة القرآن كثيرا، والمسائل دي هتبقى حلقة وتنتهي ونشوف حلقة غيرها أو الأخوة ننشغل، وتبقى مؤشر ودليل لأن احنا نترجم الكلام ده عشان ندوقه، أنا أولكم نحس بهذا الكلام، إدمان تلاوة القرآن وكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى على قد ما تقدر، بسبحة وبدون سبحة براحتك، وانت ماشي جرب هذا، يدفع الله عنك الشيطان، يخفف عنك من أحمالك، يخليك متصل بالله، الملائكة تحوطك والشيطان كلما اقترب منك فذكرت الله خنس، الوسواس الخناس يبعد عنك، ما يفكركش بالأفكار السلبية ولا المعاني الخبيثة ولا يقلب لك المواجع حد ضايقك قبل كده، إنما ذكر الله يجعل قلبك لين أقرب إلى العفو وإلى سلامة الصدر. أنا عايز أختم الحلقة بقول الله تبارك وتعالى، الآية دي مش عارف ليه ربطنها دايما بالعزة وبالموت، مع إن دي للأحياء، ربنا سبحانه وتعالى قال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كل اللي أنا قلته في الحلقة اللي فات دي هو إذا ترجمناه واستعنا بالله على أدائه يؤدي إلى هذه النتيجة بإذن الله تبارك وتعالى، أن ربنا يرزقنا قلب سليم لا في غل ولا في حقد ولا حسد ولا الدنيا تساوي، جت ما جاتش نصبر حتى تأتي، ونأخذ بالأسباب ونتوكل على الله ونفوض الأمر إلى الله. وبحبكم جدا في الله، وإذا تيسر نلتقي بكم في حلقة قادمة بإذن الله. أمانة يعني لي عندكم الدعاء بما فتح الله لكم، وأنا أدعو لكم بظهر الغيب، ونلتقي دايما على صحة وجمال عبر هذه الشاشة المباركة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والمحبة.